النهارده الوقفه مخصوص وقفه نسائيه علشان خاطر نص البلد اللي هم الستات بيعبروا عن عدم قبولهم للدستور اللي هو بيستفتى عليه حاليا. استفتى يوم السبت وهنكمل يوم السبت الجاي. احنا غير راضيين عن هذا الدستور لانه متوجه ضد الفقراء وضد المراه وضد الطفل وضد جماعات الاهليه وضد مؤسسه القضاء وضد سياده القانون. مارش يمين ومارش يمين، مارش يمين ومارش يمين، احنا بنات قاسم امين، احنا بنات قاسم امين. انا مسلم والرك على النيه عزب البع، مسلم والرك على النية مش قصة دقني وجلبية، مسلم والرك على النية مش قصة دقني وجلبية، وبصوم وبصلي وبزكي وابكي على الحال اللي يبكي، وبصوم وبصلي وبزكي وابكي على لشعوب الأمة العربية. ثورة ثورة حتى النص، ثورة ثورة حتى النص، ده شعار الغلابة في مصر، ده شعار الغلابة في مصر. فين احترام مصر للمواثيق الدولية اللي كل الدول العالم كله بيحترم المواثيق دي لأنها بتراعي حقوق الإنسان وفي التزام من كل الدول؟ احنا مصر كنا من اول الدول العربيه اللي بتمضي على الاتفاقيات ديت بتوقع عليها وبتلتزم بيها. النهارده ده مش مذكور في الدستور، ده ابسط الحاجات يعني. دستور غلاء، ثوره ضد الفقراء، ثوره ضد الرجعيه، ثوره ضد الحريه، ثوره. لو انتهى الدستور على تزوير اراده الشعب نعم، فبالتاكيد الثوره مستمره، مستمره اقوى من الاول. والثوره مش عشان تعمل دستور، الثوره علشان تعمل وطن حر. الدستور هو مجرد يعني خطوه تجاهه. وجماعه الاخوان المسلمين اللي هي بتحكم مصر في هذه اللحظه ما عندهاش اطلاقا ما يمكن ان تعطيه لمصر الا الانفراد والاستحواذ.